ذات أهمية دور المرأة في الحفاظ على استقرار الأسر. بدوا الاستيلاء على الأرض، يعني هم كأنه الأرض ملكهم وبدهم يأخذوها، وهي فيها إثباتات كوشان طابو. والتراكتور؟ والتراكتور هذا هم احتجزوه بدهم يصادروا، هذا مش شيء قانوني، يعني إذا تراكتور زراعي بدهم يصادروه بأي حق وبأي عدل وبأي شريعة. لحد الآن موقفين على ما يبدو، بدهم يستدعوا الشرطة ويأخذوه. لحد الآن ما بلغوناش، يعني مش فاهمين عليهم، بس إنه ممنوع يتحرك. هو استصلاح الأرض، زراعة الأرض، هذا بأخذها ذريعة. الأرض كأنها ملك إلهم، وهي أبا عن جد، هي ميراث آبائنا وأجدادنا. لا لا، إحنا راح نظل مع التراكتور، ما راح نفاركه.